لو الزمن قرر يعيد نفسه من تاني فنرجع 10 سنين لورا ونلاقي ستيفان شعراوي لسه بيلعب في جنوة ولسه قدامه فرصة الاختيار ما بين تمثيل المنتخب المصري أو المنتخب الإيطالي، تفتكروا رد فعلنا هيكون إيه؟ هل هنتعلم الدرس؟ هنتحرك بدري شوية مش متأخر ونحاول بكل قوة نضمه لصفوف المنتخب المصري ولا هنعيد نفس السيناريو؟ أعتقد الإجابة رقم واحد هي الأوقع، هنتحرك بدري ونتعلم الدرس، ولو إن ده كله كلام نظري كويس جدا ولكن على أرض الواقع الله أعلم. طب إيه رأيك لو قلتلك إن الزمن بيعيد نفسه فعلا وإنه قرر يرجع 10 سنين لورا وإن الفرصة لسه موجودة؟ وده مش كلامي، ده كلام الصحافة الإيطالية. عايزين تعرفوا إزاي؟ اعملوا سبسكرايب للقناة، فعلوا الجرس، واعملوا شير ولايك، وارجعوا لي عشان أقول لكم إزاي. في 17 إبريل من عام 2018 نشرت أكتر من جريدة وموقع إيطالي خبر بعنوان ريكاردو موسكاتيلي يسير على خطى الشعراوي. طب مين هو ريكاردو موسكاتيلي ده ويهمنا في ايه؟ ريكاردو هو لاعب كرة قدم من أب إيطالي وأم مصرية من مواليد عام 2004، ووالده إيفان موسكاتيلي كان لاعب كرة قدم سابق في إيطاليا. والحقيقة إن ريكاردو بيلعب في نادي جنوة، نفس النادي اللي بدأ فيه ستيفان شعراوي أو اللي ظهر فيه ستيفان الشعراوي، لكن مش ده بس السبب اللي خلى الصحافة الإيطالية تشبه ريكاردو بستيفان، لكن كمان لأن كل منهم بدأ لعب الكرة في نادي ليجينو أحد الأندية الصغيرة في إيطاليا، وكل منهم عنده مهارات كبيرة جدا، والأهم إن الكل منهم جذور مصرية. مركز ريكاردو في الملعب هو الباك رايت، وكمان بيلعب كوينج رايت ووينج ليفت. بدأ لعب الكرة في نادي ليجينو وفي عمر 8 سنوات خد فترة معايشة مع نادي جنوة، ومن وقتها فضلوا يتابعوه لحد لما تم 12 سنة وانضم بالفعل لنادي جنوة. والملاحظ لإحصائيات ريكاردو مع نادي جنوة إن هي بتتطور، ففي الموسم قبل الماضي سجل هدف وصنع 4 أهداف، أما الموسم الماضي فتوقف بسبب الكورونا، وفي الموسم الحالي وفي 4 مباريات بس خدهم الفريق سجل هدف وصنع 2، وبالتالي لما نقارن ما بين الموسم الحالي وموسم كامل من سنتين هنلاقي ان ارقامه في تطور ملحوظ. مميزات ريكاردو في الملعب كتير، فلما نشوفه هنلاقي انه مميز جدا في المراوغه 1 ضد 1، كمان بيقدر ينقل فرقته بشكل مميز من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، حتى تسديداته على المرمى وقدرته على تسجيل اهداف هنلاقي ان هو مش بيشوط وخلاص، لا دايما هنلاقي ان هو عنده كمان مهاره التسديد. من جانبي بقى تواصلت مع الكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003، كلمته عن مالك بخيت اللي اتكلمنا عنه في الحلقه الماضيه من ذا سكاوت، وكلمته كمان عن ريكاردو ولاعبين اخرين. خليني اقول ان لحد دلوقتي يعني انا متفائل وشايف ان الراجل مهتم جدا بموضوع المحترفين، لكن كمان ما كانش ينفع ان اتواصل مع جانب واحد واسيب الطرف الثاني، عشان كده كان النهارده معانا ضيف الحلقه ريكاردو موسكاتيلي اللي سالناه عن حاجات كتير جدا. تعالوا نشوف ونسمع قال ايه ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. هاي ريكاردو، How are you and welcome to the Scout. Hi, I'm fine. Thanks for inviting me. Ricardo, the Italian press describes you as a successor of El Shaarawy. So how do you see this? Yes, I am very happy with this. El Shaarawy and I have things in common beyond the origins. I am following his path. We have both passed from Legino to Genoa, where I am currently playing. But Ricardo, El Shaarawy chose to play for Italy. So if you had the chance to play for the Egyptian national team, will you take this chance or you will leave it? If I received the call from the Egyptian national team, I would probably accept. The good news I have for you is that I spoke already with the Egyptian under 18 national team coach and he's following you now. So are you enthusiastic? Yes, I am very enthusiastic. I will continue to give my best on the field to receive a call from the Egyptian national team. I know you play more than one position. You can play as a left winger, right or left back. So tell me, what is your preferred position in the field? Let's say my favorite position is the right midfielder or right back, but I feel good on the left too. Tell me, what is your dream in football and what is the team you wish to play for in the future? My dream in football is to win the World Championship, and in the future I would like to play for Manchester City. Finally, from your point of view, who do you see the best player in the world this season? For me, the best player of this season is Kylian Mbappé. He's doing very well. Thank you, Ricardo. Thank you very much for the opportunity. Bye bye.
زي ما قلناكم في كل أسبوع بنسلط الضوء على مواهب عالمية متوقع أن هي يكون ليها مستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة. ونجم حلقة النهاردة من مواهب عالمية هو اللاعب جابرييل فيرون. جابرييل فيرون هو لاعب برازيلي عمره 18 سنة وبيلعب في نادي بالميراس البرازيلي في مركز الوينج رايت والوينج ليفت. وبرغم أن عمره لسه 18 سنة بس إلا أنه تم تصعيده للفريق الأول بنادي بالميراس. فيرون لعيب حكاية جوه الصندوق بيعرف يخلص وبيتمركز كويس جدا داخل المنطقة، وبره الصندوق بيقدر يراوغ واحد واثنين ويصوب، ورجله حلوة قوي على الجول. فيرون شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 17 سنة اللي أقيمت في البرازيل في عام 2019، وقاد الفريق للوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب الرابع في تاريخ السامبا. مش بس كده، ده كمان تم اختياره أحسن لاعب في البطولة. فيرون ممكن جدا نشوفه في الموسم القادم في احد الدوريات الخمس الكبرى وفقا لعدد كبير جدا من المصادر الصحفيه الاجنبيه، وقيمته السوقيه الحاليه 25 مليون يورو.